تكريم مميز قدمته جمعية الصفا الخيرية الإنسانية للمشاركين برحلة شركاء الخير 15 بعد سلسلة من الافتتاحات والأعمال الخيرية في قرغيزستان. فريق الأخبار الذي رافق الرحلة وفانا بالتقرير التالي: باسمي وباسم قناة العدالة نقدم لك الشكر على هذه الدعوة. للأمانة الأعمال الإنسانية والدور اللي قاعد تقومون فيه احنا لمسناه عن قرب، والأمانة يعني شيء مفخرة للكويت وللمحسنين، وإحنا يعني سعدنا بالمشاركة وياكم. بارك الله فيكم. أنا أحب أشكركم شكر جزيل على مرافقتكم لنا في هذه الرحلة، رحلة شركاء الخير 15، وأشكركم على تحملكم عناء السفر والطرقات الطويلة والمسافات اللي من الصبح لين الليل، وانتوا جزاكم الله خير معانا مرافقيننا من مشروع إلى مشروع، فهذا حقيقة يعني أنتوا شركاء ويانا بالخير، وإحنا نفتخر في هذه القناة اللي دائما تقدم نفسها لأي عمل خيري داخل الكويت أو خارج الكويت، فالشكر موصول لهذه القناة، وأنا أشكركم حقيقة شكر جزيل وبارك الله فيكم. حقيقة كل الشكر والتقدير لجمعية الصفا الإنسانية والتي كانت تحت اسم رحلة شركاء الخير رقم 15، وهذا دليل على أن جمعية الصفا أعمالها متنوعة، أعمالها إنسانية، أعمالها خيرية، أعمالها دعوية، طبية، صحية. في الحقيقة رأينا مراكز الأيتام، رأينا العناية والدقة والمتابعة من جمعية صفا لهؤلاء الأيتام من ناحية الدراسية، من ناحية المأكل المشرب، من ناحية الورش التي يستفيد منها الطلاب والطالبات، ورش تعليمية وتثقيفية وورش اللحام وورش متنوعة، كلها تهدف لإصلاح وتأهيل هؤلاء الأبناء. كذلك رأينا عدة شبكات المياه التي تمت افتتاحها بفضل الله عز وجل، وهذا أيضا دليل على اهتمام الجمعية في الأمور التنموية. وكذلك زرنا مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ورأينا أيضا أكثر من 60 حافظ القرآن الكريم. باختصار يعني رأينا عدة إنجازات، وليس المخبر كالمعاين، وشاهدنا بعيننا هذه الإنجازات الطيبة. وأقول شكرا لكل متبرع ولكل محسن وضع ديناره أو وضع يعني ماله في هذه الجمعية. لا شك أن هذا عمل عظيم وعمل كبير، وحق من حق المسلم على أخيه المسلم، وما تقوم به جمعية الصفا الإنسانية عمل جبار، ورغم حداثة سنها في مع الجمعيات الخيرية التي تعمل في دولة الكويت، إلا أنها ما شاء الله سبقتها أو سبقت الكثير من الجمعيات الخيرية من حيث رعاية الأيتام، عندهم أكثر من 8000 يتيم، من حيث كفالة الأرامل عندهم أكثر من 1500 أرملة، عندهم العديد من القرى يعني القرى يعني للأرامل والأيتام، وكثير من البرامج التعليمية والتربوية ومستشفيات. حقيقة ما تقوم به جمعية صفا عمل عظيم، عمل كبير في قرغيزستان، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر. وأنتم أيضا نقلتم هذه الصورة، لا شك أن لكم أجر عظيم، فالدال على الخير كفاعله. أقدم شكري الخاص والكبير للعم أبو عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشايع على الدعوة الكريمة اللي دعاني إياها، وهذا وله والحفاوة والتقدير اللي احنا حصلناه هنا منه ومن اخوانه والعائلة الكريمة صراحة، وعلى المشاريع اللي احنا رحنا شفناها انا ما اقدر اقول شيء، يعني صراحة كفى ووفى، ومهما اقول اكون مقصر في حق ابو عبد الرحمن.